أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بضيوفنا في حفل اختتام زد رصيدك 8، البرنامج الكبير جدا. اليوم عندنا لقاءات خفيفة لطيفة، ولكن بنبدأ برأس الهرم الأستاذ سعود العتيبي. حياك الله. يا مرحبا أبو عبد الله. الله يعافيك. السلام عليكم، مرحب فيك يا عمر، ورحب بسادة الحضور، ورحب بسادة المشاهدين. يا مرحبا أستاذ سعود، نبغى تعطينا انطباعك في تتويج هذا العمل الكبير الضخم في آخر يوم في النسخة. أبغى مشاعرك الصادقة. أنا المشاعر متلخبطة أمانة. أولها مسكتك للمايك، تقديمك، هذا الشيء اللي نبغى نوصل له. وأنا مشغل الجوال، أعتذر منك أستاذ عمر بما أنك المقدم اليوم. هذا الشيء اللي نبغى نوصل له اليوم. إحنا حريصين على أن زد رصيدك ليس برنامج واقعي فقط، زد رصيدك هو برنامج يعلمك كيف تبني حياتك، إدارتك لحياتك، إدارتك لرصدتك، كذلك موهبتك كيف تنميها. أنا مرة سعيد اليوم أنك يا عمر ماسك المايك بثقة، قاعد ترحب بالمشاهدين، ترحب بالضيوف، قاعد تسوي لقاءات، مرة فخور. إن طلع منا شيء طيب فتأكد أنه منك أبو عبد الله. شكرا على كل ما قدمته لجميع المتسابقين باسم أخوهم عمر بن السيد. أنا أشكرك وأشكر زملائك، 78 يوم ما قصرتوا، اليوم ختام. أتمنى لكم التوفيق وفالكم إن شاء الله التوفيق، وتأكدوا أن كل أمر لكم خير إن شاء الله. والله سعيد، أنا سعيد جدا بمسكتك المايك كذا. أنا على اللي بحب راسك، والله لحب راسك. شكرا لك يا أستاذ سعود، صراحة أن المشاعر المتسابقين وحاسين في شعورك. أنا مقدم صح. أبعد مشاعرك وعطفتك، أنت مقدم الآن بإذن الله. شكرا لك أستاذ سعود، حياك الله. أعزائنا المشاهدين، بناخذ ضيف ثاني خفيف لطيف علينا، شرفنا حضوره الفنان الكبير رامي عبد الله. حياك الله. يا مرحبا. نبغى كذا بس على الكاميرا. يا سلام عليك أبو عبد الله. أبو عبد الله شرفتنا اليوم، أبغى أخذ انطباعك على البرنامج بشكل عام. من تتوقع المركز الأول والثاني والثالث ونجم البرنامج؟ يا حبيبي الله، شاء الله يمسيكم بالخير. اليوم يوم فرح لنا جميعا، الوصول للنهائي هو نجاح لكل الموجودين. ولما تكون في برنامج بهذا الثقل الجماهيري العريض زي ما أنت شايف الآن في أكبر منصات الوطن العربي يعرف، هذا دليل على التأثير القوي. وإن شاء الله يا رب أنكم قد المسؤولية يا رب. وأنا فرحان ومبسوط أني الآن قاعد أسوي لقائي معك، هذا شيء أنا يعني إضافة لي هذا في البداية، فشكرا لك وشكرا للمجهود اللي قدمته أنت وزملائك، فخورين جدا فيه. بالنسبة للفوز والخسارة، فاليوم ما في فائز وخاسر، كلكم فائزين إن شاء الله في قلوبنا، واللي بيأخذ اللقب فهو إن شاء الله مستحقه، واللي ما بيأخذ اللقب فهو في قلوبنا نجم، وإن شاء الله مشواره يبتدي من هذه اللحظة بإذن الله تعالى. شكرا لك يا أبو عبد الله، كان لقاء جميل، شكرا لمشاعرك، حياك الله. أبو النجم محمد الفهري، سعيد الفهري، مرحبا ألف. يا مرحبا، حياك الله وعليكم السلام. حنا ما نبغى تقول المركز الأول ولدي محمد أو من هذا الكلام، نبغى مشاعر صادقة وكلام صدق. حياك الله، توقعك من المركز الأول ومن نجم البرنامج، وإيش انطباعك على البرنامج؟ الله يحييك، مرحبا ومسهلا، والله يحيي الجميع. كما نسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، كما نسأله جل وعلا أن يبارك لنا في هذه العشر الأواخر في هذا الشهر الكريم وجعلنا مقبولين فيه. أما بالنسبة للمتسابقين فنشكر قناة زد رصيدك على رأسها الأستاذ عبد الله سعود العتيبي وجميع الطاقم العاملين عليه. أما بالنسبة للمتسابقين فنقول لهم كلهم نجوم، فمبروك للجميع. وهذا اليوم يسرني أنا أكون متواجد في الحفل الختامي لهم، ونقول لهم كلهم ألف مبروك، نعتبرهم كلهم نجوم. أما بالنسبة للتخمين فالعلم عند الله سبحانه وتعالى، وكلهم نجوم، سواء اللي أخذ المركز الأول أو الأخير يعتبرون كلهم نجوم. شكرا لك، شرفتنا، الله يبيض وجهك يا أبو محمد، حياك الله. الأستاذ فهد معيان، اليوم حن زملاء عمل بعيد عن جميع، اليوم أنا مقدم يا أستاذ فهد لو سمحت، رجاء خاص. لا مستحيل، حياك الله يا ابو معيان. عطني اسولف حتى انا. اولا حاب اصبح على نفسي الحالي، بعدين طيب حاب اصبح على نفسي الحالي واشكر نفسي اني صنعت امثال هذا. نعم، يعني سؤال، من كان يعرف هذا قبلي؟
من كان يعرف عبد الله خماش دي أشير وراه الآن من كان يعرفه قبلي؟ شكرا لي المفترض أني أنا الفرد الوحيد اللي أتكرم في هذا الحفل. عمر بن السيد هو من جعلك تظهر بمحتوى داخل برنامج زد رصيدك أستاذ فهد. هذه كلمة مبتدلة يقولها ناس كثير قبلك يعني. شكرا للأستاذ فهد معيان. ضيفنا الثاني الذرابة والخلق الأستاذ ناصر الحربي. شوف يا حبيب قلبي أنا ما أحتاج أنك تسمعني كلام حلو لأنك بسم الله عليك إنسان جميل وربي مجملك، لكن أنا أقول إنك لا زال البرنامج ما انتهى إلى الآن، فتطلع من كونك متسابق إلى مقدم، فأنا أحييك على شيء هذا. شكرا لك. أنا أعتبرها خطوة جدا جميلة. نتعلم منك. الله يطول بعمرك، لكن أنا بقول شهادة حق من خلال تجربتي في كل برامج الواقع الماضية، وصول المتسابقين إلى هالمرحلة هذه من التناغم والتناسج إلى هالمرحلة هذه، يعني إنهم من قبل لا ينتهي البرنامج وهم من عدهم أكثر من إخوان ونتفائل فيهم حتى في المستقبل القريب في المجال الإعلامي، فأنا والله مبسوط جدا لهالشيء هذا. أتمنى لكم الخير. عمر أنا جالس أشوف فيك مقومات المقدم الإعلامي الناجح اللي بينطلق، فأنا أقول عسى الله يزيدك من واسع فضله يا رب. طيب عندي عرض مغري، إيش رأيك؟ العروض المغرية هي حبيبي النسخة الجاية إن شاء الله تفهم معي، فمان الله يا حبيبي. شكرا لك موفق، وشرفنا الأستاذ ناصر النجم الكبير سعيد خماش، مرحبا ألف. سعدك الله يبارك فيك ويمسيكم بالخير جميعا، وما ندري والله إيش نقول في الليلة الحلوة هذه، كلكم معاريس الليلة صراحة. الله يرفع قدرك. نبغى انطباعك على البرنامج بشكل عام، توقعاتك من المركز الأول، من الثاني الثالث، نجم البرنامج. والله أنك تحرجنا في التوقعات، أما انطباعاتنا على البرنامج بصراحة نحن عشنا معكم 3 شهور خيالية. إي والله، وما ندري إيش بنسوي بعدها صراحة، بعد 3 شهور بنضيع شوي، لكن بالنسبة للمركز الأول والثاني والثالث كل واحد يتمنى أنها تكون تخص المركز الأول، ولكن اللي بيفوز بهالليلة هو ولد، أنا أعتبره ولد من أولادي، للي شفنا من تقارب طباعكم وأخلاقكم وأدبكم، وكأنكم سبحان الله مولودين في محل واحد، تربي محل واحد، من أدبكم ومرقيكم في تعاملكم مع بعض تحت البث، واللي نعرفه في الخفاء أكثر، فالله يوفقكم ويسعدكم، والجائزة أبدا ما تعني شيء بالنسبة للفروقات بينكم، هذا اللي مكتوب من الله عز وجل تقبلونه، والله يوفقكم جميعا في حياتكم المستقبلية يا رب. أمين. شرفتنا يا أبو عبد الله، شكرا لكلامك الطيب وكنت داعم لنا دائما، شكرا لك. اليوم بناخذ ضيف جميل جدا في هذا الحفل الجميل، الدكتور فارس السهلي، مرحبا ألف. الله يحييك ويطول عمرك، أول شيء كل عام أنت بخير ونسخة مميزة وجودك يا حبيبي عشان الجمهورين. الشيء الثاني بالتوفيق للجميع، ونسخة متميزها أيضا أنها في هالشهر المبارك، ونقلة جديدة ونقلة نوعية مختلفة، وإن شاء الله في قادم النسخ بيكون أفضل وأفضل. يا مرحبا. أنا أتوقع ومتأكد أنك تابعت البرنامج بشكل عام. تقريبا إيه والله الحمد لله يعني. أبغى تعطيني، ما بأضيق عليك، أبغى تعطيني اسمين، اسمين تشوفهم نجوم كبار أو تتنبأ لهم. أنا والله بقول لك شيء، كلكم بوصولكم إلى هالمرحلة أنا أشوف بالنسبة لي نظرتي أنهم كلهم نجوم عندي أنا، فما أقدر أحدد أسامي معي. إجابة دبلوماسية كالعادة. بالعكس هذا هي الحقيقة، وصولكم للنهائي كلكم معناته نجاح للجميع ونجاح للبرنامج. الله يعطيك العافية، شرفنا دكتور فارس، إلى أن نلتقي بإذن الله. ضيفنا الثاني تعبناه كثير جدا، أبو معتز مشاري العتيبي، مرحبا ألف. يا مرحبا. مساك الله بالخير، صراحة جميل جدا، حروف جميل جدا صح، من العيوب أنك تكلم الشباب بس أنا عيز بزيادة. حياك الله عمر، أنت جميل ومبدع ما شاء الله، وأنا دخلت مرة مع كلام اليوم وقلت في طاقات وفيه يعني خامات جميلة جدا، أتوقع أنهم راح يأخذون أماكننا، فاليوم أنت تحتل مكان مقدم، بكرة منكم واحد يحتل مكان معد ومدير إعداد، وإن شاء الله تكملون المسيرة. صراحة أنا سعيد اليوم بوجودي هنا، سعيد بالتمام، اللهم لك الحمد، أكملنا فترة طويلة أخذنا فيها وأعطينا معكم كثير، وصولكم لهالمرحلة أنتم متوجين بعيوننا صراحة، الكل متوج، المراكز يعني ممكن يفصل أجزاء بسيطة في الدرجات وفي التقييم وغيره، فأنا بعيني وعين الشباب وعين الجمهور كلكم متوجين الليلة. الله يعطيك العافية أبو معتز، سامحنا إذا تعبناك، وكنت صديق وأخ وأب، الله يعطيك العافية. لا أبرتني، خلنا نعلم الحقيقة، ترى شايب يلا
خلاص علشان ذي المرة وشها مجامل علشان مو براضي ترى. الله يعطيك العافية أبو معتز. سالم بن دعيرم أبو النجم محمد بن دعيرم نحييه وبيني وبينه انتماء عظيم في القهوة. يا مرحبا يا هلا والله يا هلا يا مرحبا. القهوة تجمع القهوة تجمع. أبو محمد نبغى انطباعك عن البرنامج، كيف رأيت محمد داخل البرنامج بحكم أنه مزاجي نوعا ما؟ والله محمد هذه واقعيته ما تغيرت، كل محتويات اللي عنده من إلى، بس ما شاء الله أنا عيني بعد راحت على أشخاص ثانيين بزد رصيدك، ما شاء الله كلهم نجوم، والله كلهم نجوم ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني برنامج لا أكاد أني أتقبل عيني عنه. طيب سؤال، هل تتوقع محمد اليوم بياخذ مركز حقيقة؟ والله متفائلين خير متفائلين خير متفائلين خير. يستاهل محمد، شرفتنا يا أبو محمد، كان فرس ومثلكم خير تمثيل، والكل يحبه، وشاعر متمكن وبارستا وجمعها كلها طيب ومراجل. شكرا لك يا أبو محمد. ضيفنا الثاني أخذ رصيدنا كامل، عيا يزيدنا، تعبنا نفسيا، الحبيب فهد بن غضيف. يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، مسي عليكم ومسي على السادة المشاهدين، واتمنى لكم التوفيق إن شاء الله يا عمر. أبو غضيف أعطني اسم أكثر متسابق تعبك في النسخة وأزيدك وشربت وخصمت عليه. ما في يعني شخص تعبني للأمانة، كلكم والله مثل عيوني ثنتين، ولكن تقدر تقول أكثر شخص انخصم عليه. من هو أكثر شخص انخصم عليه؟ ما أعطيك اسمه بس هو عارف نفسه. توقع أنه أنا؟ ما أدري، لكن يا ما خصمنا ويا ما وظيفة أرصدة ويا ما سحب مزاد ويا ما تغيرت موازين كثيرة. كلمة أخيرة تقولها لي للنسخة كاملة. والله يا عمر بالنسبة للنسخة ما شاء الله تبارك الله، نسخة تعتبر نسخة استثنائية، نسخة فريدة من نوعها، ما شاء الله تبارك الله، طاقات مواهب أولها أنت ما شاء الله تبارك الله، يعني في الحفل الختامي وجالس تقدم فقرة من فقرات الحفل، فأتمنى لك التوفيق لك وباقي الشباب، الله يوفقكم إن شاء الله. اللهم أمين. شرفتنا يا أبو ضيف، شكرا لك يا أبو حسين. ضيفنا الثاني يا مرحبا، أنا ما بعرف بنفسه لأن اسمه يعرفونه الجميع، مرحبا ألف. وعليكم السلام، حياك الله بالخير، وتشرف حقيقة اليوم بتلبية هذه الدعوة في ختام زد رصيدك 8، الله يقويكم يا رب. يا مرحبا، نبغى انطباعك بشكل عام عن النسخة، من اللي لفت نظرك في نجوم هذه النسخة؟ طيب خليني أقول اليوم شهادة حق حقيقة في البرنامج، أنا أصنفه الأضخم والأنجح في الوطن العربي في البرامج الواقعية، برنامج زد رصيدك اللي قدر حقيقة يصنع كثير من النجوم من بداية موسمه الأول إلى اليوم، امتداد لهذه النجاحات الكبيرة إلى اليوم في المشهد الإعلامي، نشوف نجوم زد رصيدك متصدرين السوشيال ميديا، متصدرين المشهد الإعلاني والإعلامي وغيره من المشاهد، وهذا يدل إنما يدل على منصة كبيرة، منصة ناجحة صنعت كثير من النجوم وأعطتهم الفرصة في الانطلاق في الساحة الإعلامية. أتمنى حقيقة التوفيق لكل القائمين على هذا البرنامج. سعود العتيبي مدير البرنامج أثبت حقيقة نجاحه في هذه النسخة، وفريق العمل كامل اللي معه فهد معيان والنجوم اللي قدموا والنجوم المتسابقين اللي أضافوا حقيقة نجاح إلى نجاحات البرنامج العظيمة. الله يوفقكم، فخور اليوم تلبية الدعوة وتواجدي معكم في ختام النسخة. يا مرحبا، شرفتنا وحياك الله في الحفل الكبير. أنا تعبت من صالح المكسر وبخيت واقفين عندي، ما أدري شبغون، عندكم كلام تبغون تقولون يا شباب؟ تفضلوا حياكم الله. ترى ماني بالمتسابق عمر بن السيد رقم 21، أنا المقدم عمر. حياك الله يا أبو ماجد. يا مرحبا، نحن اليوم بنتكلم عن مشاركتنا في هذا البرنامج الضخم، أنا أعتبره أنه غفزة إعلامية ونغلة نوعية لي على الصعيد الشخصي، والمشاركة في برنامج زد رصيدك على قنوات MBC ومنصة شاهد هذه تضيف لي، وحسيت أنها صقلت مواهب كثيرة عندي أنا يا بخيت، فبعيدا عن المراكز بعيدا عن الأمور هذه، أنا كسبت إضافة إعلامية لي أنا يا بخيت، وكسبت روس مثل كنت وخيانا 28، فعسى الله يوفقهم اليوم كلهم، شوفهم قاضين الدور وصالح ماسك عصاته، إذا ما دخلت يوي لك، الله ويعين الجميع. شكرا لك أبو ماجد وشرفتنا. ضيفنا الثاني والله العظيم إن حبيناه حب عظيم، مع أنه ما طلع في الشاشة إلا مرة،
علي الشمراني، مرحبا ألف. يا مرحبا يا علي. يا مرحبا هلا بك، ولي شرف والله أني أشوفك والله مقدم، وخير من يمثل والله زملائك المتسابقين. وصولهم إلى نهاية البرنامج أكبر مركز، وأتمنى لكم التوفيق جميع، وأتمنى لك بعد أنت التوفيق إن شاء الله أني أشوفك من أحسن المذيعين المقدمين في البرنامج يا رب. اللهم أمين. هل تتوقع اليوم خالد الشمراني ممكن يخطف مركز شيء، ها نجم برنامج؟ وينه أشوف وجهه أول شيء. الله يوفقه، والله ودي إنه يكون المراكز الأولى، بس وصوله لنهاية البرنامج أكبر فخر لي وله، ومعرفته بكم وزملاء المتسابقين أكبر شرف والله. يستاهل والله جميل. يستاهل خالد، ومثلكم خير تمثيل، ومثل قبيلة شمران خير تمثيل. خير من يمثل والله قبيلة بني شهر يا أبو محمد، وخير من يمثل والله زملائك المتسابقين. أتمنى لك التوفيق والله يا عمر. اللهم أمين. شرفتنا يا علي. ما تحب الله إلا اللي يحبك، حياك الله. علي السريعي أبو النجم محمد السريعي داخل معنا وناخذ انطباعه عن الحفل اليوم، حياك الله يا أبو محمد. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ طيبين؟ كيف الحال؟ عطنا انطباعك اليوم عن الحفل بشكل عام، هل تتوقع محمد يأخذ مركز أو لا؟ والله الحفلة بحد ذاته أعتبرها ليلة عيد، مشاركة الأبناء والمتسابقين والنجوم من أول واحد إلى آخر واحد، أعتبرهم في نظري والله نجوم، ولا يأخذ الأول ولا الثاني ولا الثالث، كلهم أبناء وطن واحد، ومجلس التعاون هو بلد واحد، والله يوفق الجميع إن شاء الله. الله يعطيك العافية. ومحمد يستاهل، وأرسلت شخص مثلكم خير تمثيل يا أبو محمد، شرفتنا اليوم، شكرا لك. الله يعطيك العافية. يعطيك العافية. الشيف أكثر شخص ظلمني في البرنامج أبو عناد. يا مرحبا يا ابو عناد. يا هلا ومرحبا، حياك الله. يا هلا بك، يا هلا ومرحبا، الله حيه. ما ظلمتك ولا ظلمت احد، كل من اخذ ضرب ذراعه. كنت امازحك نوعا ما، ولا ترى ما سجنت الا مره، كنت متميز. بس بسالك سؤال، موقف ما نسيته حصل في المطبخ الى الان. الفهري يوم ان كب الاكل في القاع، حلو، وفي عندك من الشباب بعد اللي هي حركة قل معي خالد حامد يوم نكبنا وسوى انسحاب لفقرة كاملة، هذه الحركتين الحد الآن أنا شايلهن وماني حاقد عليهن، بس أني بردهن في المستقبل. اليوم حنا في يوم فرحة وسعادة، نبغى القلوب تتصافى لو سمحت. هي صافية إن شاء الله، لكن مواقف تظل في الذاكرة، وكانت مواقف حلوة والله، وردة فعل أجمل إن شاء الله. الله يعطيك العافية أبو عناد، شرفتنا والله العظيم، وتفضل في الحفل الكبير. يا مرحبا. نبغى نغير الأسئلة نوعا ما، المواقف اللي حصلت في البرنامج شيء لا ينسى، بناخذها مع ضيوفنا. خلكم معنا، نرحب بأبو عبد الرحمن مساوى. يا مرحبا ألف، حياك الله. يا مرحبا. وعليكم السلام، حياك الله. يا مرحبا، حياكم الله، كيف حالك؟ يا مرحبا. طيب والله صراحة أنا والله مبهر يعني من اللي شفته، والقناة ذيها يعلم الله إنها قمة. تفضل بس معي شوية عشان يبان في قمة، يعلم الله والله قمة، وعلى رأسهم أبو عبد الله سعود العتيبي، فمشكورين والله، واللي ينجح منهم اليوم يعلم الله كلهم أولادنا. إي والله، اللي يأخذ الأول واللي يأخذ الثاني واللي ما يأخذ شيء هو ناجح، أنا أعتبرهم ناجحين، وصلنا على النهاية هذه، يعلم الله أنكم ما قصرتوا، كلهم ما قصروا، يعلم الله. شكرا للجميع، شكرا للجميع. العفو. نبغى موقف ما نسيته لعبد الرحمن حصل في البرنامج. والله شوف البيت كله والله ما شاء الله استنفار، ولكن الحمد لله أنه وصل على المركز ذا، أنه وصل على النهاية، وأنا أعتبره فائز. ومن يوم وصل يعني انتهى البرايمات، والله اللي من بعد اللي انتهى البرنامج انه كلهم فايزين، كلهم فايزين، وحتى اللي طلعوا والله انهم مبدعين، يعلم الله، من اول اسبوع اللي طلعوا والله انهم مبدعين، يعلم الله. الله يعطيك العافيه. والله مبدعين كلكم، كلكم مبدعين. الله يرفع قدرك، وشكرا على هذا الثناء الطيب. اباخذ حسن المسردي صاحب خالد الشمراني. يا مرحبا.
ورجاء خاص لا تقعد تسلك الخالد وتترفع به. مري مرحبا ومسهلا. اول شيء مبارك لكم وصولكم المراكز، وصولكم المراكز الاخيره، والله يوفقكم وانت وزود القناه، ووجودكم وجود من تحبون معكم اليوم شيء كبير وفخر لكم ولنا معكم. والله بالنسبه للمراكز انتظرك تسال ترى ثاني المراكز. من تتوقع المركز الاول؟ والله ان توقع صعب، واكيد الاداره قبلنا احتاروا فيكم، فانا بالنسبه لي وجهه نظري اني اشوف الاول والاخير دام مصر اليوم في كلهم ابطال. والله يوفقكم ويسر امركم ان شاء الله ويسعدكم والى الامام ان شاء الله. شكرا لك. كويس باقي عندنا وقت. طيب حنا بنطلع فاصل ونعود نكمل مع الشخص الجميل. يعطيكم العافية، انتظرونا بعد الفاصل. ذكريات فرحة باوي اليوم زاد الشوق فينا.